بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم معنا في حلقه جديده من كورس الجافا اللي بتقدمه اكاديميه وقف اونلاين. بشرح لكم عماد صابر. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موضوع جميل جدا في لغه الجافا. الموضوع دوت اسمه الاسكيب كاركترز. الاسكيب كاركترز، تعالوا نشوف مع بعض يعني ايه الاسكيب كاركترز وجت منين. لو احنا عايزين نكتب اللي احنا شايفينه دوت كده، لحظه واحده نجيب الملف هو ده. تمام، لو انا عايز اكتب الكلام دوت على سطرين بالشكل ده، تمام، عايز اكتب على السطر الاولاني visit us at، تمام، وبعد كده انزل على السطر اللي بعده واكتب اسم الرابط بتاع الموقع بتاعي اللي وقف اونلاين دوت كوم. هل انا محتاج اعمل اتنين برنت لاين زي ما احنا خدنا قبل كده، ان انا اعمل برنت لاين للاولانيه وبعدين اعمل برنت لاين للثانيه؟ طيب ده حل. طيب افرض ان انا عايز اكتب الكلام مفرد بالشكل ده كده، مثلا عايز اسطر جدول بحيث ان انا اكتب مثلا هنا ايه، مثلا حاجه زي كده، مثلا نمبر، ماشي، واجي هنا اقول له مثلا ايه نيم، ماشي، وهاجي هنا اقول له ايه جريد مثلا، واجي اقول له نمبر واحد اسمه عماد الجريد ايه، ونمبر اتنين اسمه احمد مثلا الجريد سي، وهكذا. تمام، اذا الموضوع لو انا بقى عايز اعمله كده، هل كل مره بقى هقعد اعمل برنت لاين هقعد اعمل برنت لاين مسافات جنب بعضها بحيث ان انا احازي الكلام بالشكل ده كده، ولا في حاجات ممكن تسهل عليا الكلام ده؟ هي دي الاسكيب كاركترز النهارده يا جماعه. الاسكيب كاركترز هي بتتكلم كده، اسكيب كاركترز. تمام، الاسكيب كاركترز ديت عباره عن ايه؟ عباره عن شويه حروف الكومبايلر ما بيفهمهمش على ان هم حروف. امال بيفهم على ان هم ايه؟ بيفهمهم على ان هم اوامر. ازاي يعني؟ يعني على سبيل المثال انا مثلا عايز اقول له انزل سطر جديد، انا عايز اكتب له كده. يعني مثلا وانا بكتب كده عماد، تخبط في بالي كده ان انا عايز انزل سطر جديد واكتب تحتها مثلا وقف اونلاين مثلا. تمام، هقول له انا ازاي بقى انزل سطر جديد وانت بتكتب؟ تمام، هاجي هنا كده وانا بكتب عماد، بعد ما كتبت عماد كده هروح اقول له ايه باك سلاش ان نيو لاين، يعني اختصار للنيو لاين. تمام، واكتب وقف وقف اونلاين. تمام، ايه اللي هيحصل؟ هو لما يجي يطبع الكلام ده كده في جمله السيستم او دوت برنت لاين، برنت لاين، تمام، هيلاقي الكلام ده مكتوب بالشكل ده كده. تمام، ايه اللي هيحصل؟ هيجي يكتب ويقول لك ده والله ده الراجل ده عايز يعمل ايه طباعه. تمام، قدامي باين اهي ان هو عايز ايه برنت لاين، هيروح جاي كاتب الكلام ده بالترتيب كده، يكتب حرف الاي كابيتال كده، يكتب الام ده، يكتب الاي، وبعد كده يكتب الدي، وبعد كده فجأة هنا لقى باك سلاش. هو اول ما يلاقي باك سلاش بيخاف على طول ويقول لك استنى بقى انا اقف اشوف اللي بعدها ايه، فيروح واقف هنا كده بعد الباك سلاش لقى بعدها حرف الان، خلاص يروح واخدهم على انهم ايه كتله واحده على بعض كده، يروح قايل الباك سلاش ان ديت في دماغي كده بتعمل ايه، بتعمل سطر جديد. بتعمل سطر جديد يعني ايه؟ يعني بعد ما هو يروح كاتب عماد كده خلاص، هو لقى الباك سلاش ان موجوده، يروح نازل سطر جديد ويروح مكمل الكلام اللي بعد الان بقى، خلاص ينسى الان بقى، الان ديت كلها على بعضها بقت ايه؟ بقت كوماند على بعضها، وبعد كده يروح كاتب من اول هنا كده ايه؟ وقف ايه؟ وقف اونلاين دوت كوم بس كده. تمام؟ فديت حاجات اسمها الايه؟ الاسكيب كاركترز. سموها اسكيب كاركترز ليه؟ لمجرد التسمية. يعني الاسكيب كاركترز معناها ان هو هرب من معنى الحرف الاصلي وعمل حاجة تانية. يعني الحرف الاصلي دوت اسمه ان، تمام، حرف الان ده المفروض ان هو لو لقى من غير باك سلاش يعمل ايه؟ يطبع ان، زي ما لقى هنا مثلا اون لاين، تمام، مفيش قبلها الان دي، مفيش باك سلاش هنا، مفيش باك سلاش هنا، فطبع حرف ان عادي وحرف ان عادي اهو. تمام، فاذا لو هو لقى قبلها باك سلاش اذا هيهرب من معناها الاصلي، تمام، ويعمل معنى بديل. ده معنى كلمة تتابع الهروب أو اسكيب كاركتر أو اسكيب سيكونس أيا كان. تمام، بس ده عشان التوضيح يعني، لكن هي لها معنى خاص، حرف له معنى خاص بس. تمام، طيب عندنا ايه تاني غير الباك سلاش ان؟ عندنا شوية حاجات أحسن نشوفهم بالكود مرة واحدة بدل ما نقعد نشرحهم نظري وبعد كده نطبق عليهم. تمام، افتح معايا نت بينز واعمل مشروع جديد زي ما احنا شايفين كده.
هنشوف اهوت الكود. تمام، احنا مثلا عايزين نكتب الكلام ده على سطرين، يا اما نعمله باتنين برنت لاين، يا اما نيجي هنا ونقول له ايه visit us at، واروح سايب مثلا ايه، لو عايز سيب مسافة مفيش مشكلة، انا سايبها بس عشان الكلام يخش في بعضه. تمام، وبعد كده اقول له باك سلاش ان، يعني انزل سطر جديد، وبعد كده اكمل ايه بقية الكلام لو انا عايز. تمام، طيب طيب لو موضوع الباك سلاش ار، الباك سلاش ار معناها ايه؟ معناها ريتيرن. ريتيرن يعني ايه؟ يعني ارجع سطر، ارجع على السطر اللي بعده. طب وايه فرقها بينها وبين الباك سلاش ان؟ هي الفرق بينها وبين الباك سلاش ان مش في ال يعني مش في الويندوز، مش هيبان في الويندوز، لكن بيبان في انظمه تانية. طب انت حاطط عشان تلخبطنا يعني؟ لا انا مش حاطط عشان الخبطه، انا حاططها عشان لو قابلتك في كتاب تاني ولا حاجه ما تقولش انا ما سمعتش عنها في كورس وقف اونلاين. تمام، لكن هي ما بتبانش الفرق بتاعها في الايه، في الويندوز اوبريتنج سيستم، لان الويندوز والاوبريتنج سيستم بيعتبر الباك سلاش ان والباك سلاش ار واحد، فبيعملهم هما الاثنين ايه نيو لاين. وزي ما هنشوف لما نيجي نرن المثال دلوقتي هيطلعوا هما الاثنين نفس الاوت بالظبط. تمام، لكن في بعض الانظمه التانيه زي اللينكس مثلا او بعض انظمه اليونكس الفرق بين الباك سلاش ان والباك سلاش ار بيبقى ظاهر جدا. تمام، ان هو بيعمل ايه، بينزل نيو لاين في الباك سلاش ان، والباك سلاش ار بتبقى ايه، بيرجع الكارج او الكيرسور يعني لاول السطر الحالي يعني. تمام تمام طيب ماشي. الباك سلاش تي ديت اللي هي في المثال الايه اللي بعده، زي ما انت شايف كده الباك سلاش تي بتعمل ايه، بتسيب مسافات. بتسيب يعني ايه، يعني بتسيب مسافات؟ فاكر انت لما كنا بنقول هنا اهوت، لما كنا بنقول عايزين نسطر الكلام بالشكل ده كده، تمام، هي دي الباك سلاش تي. لما بتسيبها بين كلمتين بتسيب مسافه قدرها، بتسيب مساحه قدرها 8 مسافات. 8 مسافات منين؟ من اول الكلمه الاولانيه. يعني مثلا انا قلت هنا سيبت بين الايز وبين عماد 8 مسافات، فراحت هي عدى من هنا ايه، من اول حرف الاي ده مسافه، ده واحد، عدت 8 كاركترز يعني، 8 ادا واحد، 2 في هنا 6 بين الايه، بين عماد واذ. تمام، طيب لو ديت 4، تمام، لو هنا 4 تروح سايب 4 مسافات هما، يعني كده عدد 4 حروف، تروح سايب 4 بين النيم واذ مثلا. انا بس اللي مكبرهم هنا عشان يوضحوا بس. تمام، طيب هنيجي نشوف دلوقتي في المثال هتعمل ازاي. لكن الباك سلاش تي بصفه عامه بتسيب مسافات بين الكلام وبعض، وبين الكلام وبعض، وغالبا بنستخدمها لما بنكون بنسطر اوت بوت على شكل ايه، تيبل، زي ما هنشوف في الامثله ان شاء الله في الدروس اللي جايه. تمام، طيب الباك سلاش بي، الباك سلاش بي خفيفه ديت بتعمل ايه؟ بتعمل باك سبيس. عارف زرار الباك سبيس اللي فوق الانتر في الكيبورد عندك؟ هو دوت الباك سلاش بي بتعمل، يعني بتمسح اخر، بتمسح اخر حرف قبلها، بتمسح اخر حرف قبلها. يعني الباك سلاش بي ده هتعمل ايه؟ هتمسح المسافه دي، والباك سلاش بي هتمسح الاس. تمام، وبعد كده الباك سلاش بي الثانيه هتمسح الاي. خلاص، يبقى اذا هو هيكتب ايه، وير از ماي بين، از واحده بس مش اثنين. يبقى اذا احنا ديت حاطينها بس عشان تتمسح بالباك سلاش ايه، بالباك سلاش بي. يبقى اذا الباك سلاش بي بترجع كاركتر واحد، بتمسح كاركتر واحد. تمام، طيب الباك سلاش دبل كوت، الباك سلاش دبل كوت بتعمل ايه؟ بتعمل دبل كوت. تمام، والباك سلاش سنجل كوت بتعمل سنجل كوت. تمام، طب ايه اللي يحصل يعني لو حطيت دبل كوت من غير باك سلاش، يعني ايه اللي هيحصل؟ تعال نجرب. شوف كده، شيل الباك سلاش وشيل الباك سلاش، الكومبايلر لطم على وشه ويقول لك ايه، الاقواس غلط وفي حاجات كده سيمي كولون اكسبكتد وقوس اكسبكتد. ايه اللي حصل بقى يا جماعه؟ اللي حصل هنا ان انت فتحت ايه، اقواس اهي، تمام، بتاعت البرنت لاين، بتاع الكلام اللي جوه البرنت لاين. تمام، وقعدت تكتب شويه 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 شويه، ورحت ايه، ورحت قافل الاقواس. هو مش فاهم انك انت عايز تطبع دبل كوت، انت هنا عايز تكتب ايه، انت هنا عايز تكتب له كده ماي نيم از كده عماد صابر مثلا. تمام، فاذا انت عايز تعمل ايه، عايز تطبع دبل كوت، لكن هو ما فهمهاش على انها دبل كوت، هو فهمها على انها ايه، فهمها على انها ديت نهايه البارامتر اللي هو نهايه الكلام اللي جوه البرنت لاين. فلما فهم ان هي ايه نهايه البارامتر، قال لك ايه، قال لك انا متوقع ان انا الاقي القوس اللي هو قوس القفل اللي هو مناظر لده. تمام، ومتوقع بعد القوس دوت ان انا الاقي ايه، السيمي كولون اهو. بص كده اهو، بيقول لك ايه، متوقع ان انا اقابل القوس والسيمي كولون اهو. تمام، فاذا هو ما لقاهمش، لقى كلام تاني مش معروف بالنسبه له، فعشان كده عمل ايه، عمل مشاكل. فعلشان اخليه يطبع دبل كوت من غير ما يعمل مشاكل، هروح قبلها ايه،
باك سلاش، وهنا احط قبلها باك سلاش، خلاص كده مفيش مشكلة. كده لقى الايه بقت قفلت ال قفلت الكلام اللي جوه البرنت لاين هي دي، وقفلت القوس هي دي، والسيما كلها هي، فما قالش مفيش، قال ايه؟ قال مفيش مشاكل. وهنا نفس الحكاية بالظبط. تعال نرن الكود ده ونشغله. بص يا سيدي، ادي اول واحدة خالص اهي، اول واحدة لما قال لك ايه، قال لك بسم الله الرحمن الرحيم، قال لك ايه، فيزيت فيزيت اس ات وقف اونلاين ايه دوت كوم، ادي اول سطرين ملناش دعوه بيهم دلوقتي. تمام، الخارج بتاع السطر الثاني اللي هو استخدمنا فيه باك سلاش ان اللي هو ده، تمام، نفس الخارج اللي فوق بالظبط. تمام، طب ليه هنا في مسافه زياده؟ خد بالك، شايف هنا الاتش تي دي مكتوب اول السطر، وهنا سايبه ايه مسافه، انا اللي سايب مسافتها، هو بيطبع زي ما انا اقول بالظبط. لو عايز تشيل المسافه دي شيلها مفيش مشكله، انا حاططها بس عشان يبقى الكلام ايه واضح. تمام، والكلام مش هيتدخل في بعضه، يعني كده مش هيتلخبط الكومبايلر، هو عارف ان الباك سلاش ان لوحدها والاتش تي بي لوحدها، ماشي. طيب، والباك سلاش ار طلعت نفس خارج الايه الباك سلاش ان. طيب، بعد كده جينا على اللي بعدها اللي هي ماي نيم از، شوف التبات، واخد بالك، هنا ماي نيم ماي اهيت حرفين اتنين، فراح سايب ست حروف بين الماي ايه بين بين كلمه ماي وكلمه نيم، والنيم اربع حروف، فراح سايب ايه، راح سايب اربع حروف، اربع مسافات او اربع حروف بينه وبين الاذ، هو بيسطر على حيث ان هي تبقى التابه كام، التاب ثمان ايه، ثمان مسافات او ثمان حروف من اول حرف الكلمه الحاليه. تمام، طيب، وبعد كده الباك سلاش بي اهو، وير از ماي بن، مسح الاذ الثاني، ليه؟ لان انا عامل له ثلاثه باك سلاش بي، يعني هيرجع ثلاث مسافات، هيمسح المسافه وهيمسح الاذ. تمام، طيب تعالى كده لو زودت له باك سلاش بي، باك سلاش بي كمان، ماشي، اتنين كمان باك سلاش بي، المفترض كده ان هو يمسح المسافه الثانيه ديت بحرف الاس. تمام، فين 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 وير از، تمام كده اهو، مسح المسافه الثانيه ومسح حرف الايه الاس. طيب، تعال نشيل المسافه، كمان تمام كده، كده مظبوط بالظبط. تمام كده، تمام. طيب، بعد كده الباك سلاش تي والباك سلاش دبل كوتس اللي هي ديت، طبع الايه، كطبع الكلمه بين دبل كوتس، والكلمه اللي تحتها طبعت بين ايه، بين سنجل كوتس. ده كان درسنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله لو عندكم اي اسئله تسالونا على اليوتيوب او على وقف اونلاين، ويا ريت لو عجبكم الدرس تشيروه وتشيروه لاصحابكم عشان الفايده تعم ان شاء الله على الناس يعني. ان شاء الله نقابلكم في الدروس اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.